بيه في 2015 برهان بعد ماتش الكلوب والمستير صارت مشكلة بين بينك وبين جمهور الكلوب وقتها نتفكر تشيل الزمرلي على الديكلاراسيون شنو صار وقت؟ مش مشكلة مع الجمهور والله شوف أنا كل ما نلعب كونتر الكلوب ماش تجيب الزهر ولا كل ما نلعب كونتر الكلوب نعدي ماتش بيه نعدي ماتش يعني ندافع على المريول اللي لابسه مهما مهما مش خاطر يلزم نوري روحي كونتر الكلوب انا هكيك تجيب ماش بطبيعتها نجي عادي ماتش بيه نبدا نجري نبدا نتاكلي نبدا ما نعرف شنو هذا واحد من الجمهور ما كان ثم جمهور الكلوب كان شويه خاطر ويكلو لعبنا كان شويه واحد وكل مره نفس وانا نعرفه العبد هذا نعرفه في البارك يعني تعرفه شخصيا ما نعرفه حتى من صوته من غير ما نخزرت له نعرفه قاعد يسب لي في يوم ما ثمش عليه سبينا ذيك الكل خاطر انا نلعب ندافع على ريول مستير نعطي 100% ولا ادفيرسير الكلوب اي جماعه انا كي جيت خارج في الشانجمون يا اخي وزاد سب لي يومي خاطر تخيل انت استاد فارغ و يعني كل شيء نسمعه انا خارج وزاد سب لي يومي وليت انا سبيته ما سبيتش جمهور الكلوب عمري ما نسب جمهور الكلوب هو انا الانسان هذاك اللي سبيته